رأي آخر. ومعنا دكتور علي فيصل نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معنا من بيروت. أهلا وسهلا بك دكتور علي فيصل. أهلا بك وبضيفيك الكريمين وبالجزائر الدولية ودولة الجزائر الشقيقة. شكرا. إذن الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا دكتور علي فيصل. إذن قلنا في البداية بأن طوفان الأقصى غير الكثير بالنسبة للقضية الفلسطينية داخليا وإقليميا ودوليا. الصين تدخل على الخط، إذن ربما وهذا لي من خلال هذا اللقاء الذي جمع كافة الفصائل الفلسطينية، ربما ما هي الخطوات المقبلة لتنفيذ مخرجات هذا الاتفاق الإطار أستاذ دكتور فيصل؟ ما من شك أن معركة طوفان الأقصى وصمود غزة والضفة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعم جبهات المقاومة على امتداد المنطقة ودعم الجزائر الشقيقة وأيضا دول على مستوى العالم وضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال كلها شعوب العالم وحتى على مستوى المنظومة الدولية، وأعاد الاعتبار لها باعتبارها قضية تحرر وطني وقضية أحرار أمتنا وأحرار العالم، وبنفس الوقت ترك التداعيات على المنظومة السياسية في المنطقة وفي العالم، ولم تعد فقط قضية الشعب الفلسطيني ولا قضية الدفاع عن وجوده، بل أيضا الدفاع عن أحرار الأمة وعن الأراضي العربية المحتلة وأيضا الدفاع عن أحرار العالم الذين يعانون من الهيمنة الأمريكية. ودخول الصين اليوم أتى من هذه البوابة وهو دخول ثقيل وذو حجم وازن على المستوى الدولي، لأن تدخل دولة من هذا النوع بشأن القضية الفلسطينية بما تعني من تداعيات إقليمية ودولية سيشكل عاملا داعما رئيسيا لمقاومة الشعب الفلسطيني، وسيشكل داعما في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وسيقف سدا أمام التفرد الأمريكي هذا إذا ما أخذنا بالاستناد إلى ما أنجز في إعلان الجزائر وأيضا إعلان موسكو، وهذه حلقات ثلاثة تعاون فيما بينها. هذا الإعلان أتى في وقته المطلوب، وإن تأخر فإنه لا زال مثلاً، لأن الوحدة الوطنية هي القوة الأكبر إلى جانب صمود شعبنا وأيضا صمود أحرار العالم عامل. طيب أستاذ فيصل، نعم أستاذ فيصل، إذن كيف تعلقون على رد فعل الكيان الصهيوني بخصوص اتفاق الصين من حيث المضمون والدولة التي عقد فيها هذا الاجتماع حيث هدد بإفشاله؟ العدو الصهيوني في حالة إرباك كبير من هذا اللقاء، وتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي واضح تماما أنهم في ضيق كبير من هذا التدخل الصيني الثقيل الذي يضغط على عصب الاحتلال وعلى عصب الهيمنة الأمريكية، وهو يقول بوضوح أننا لا يمكن أن نسمح لا للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى غزة بل ترى من البعيد، ولن نسمح لسلطة المقاومة أن تقوم لأننا سنصفي هذه السلطة. هو يعبر عن قلق، لكن إسرائيل تمتلك مشروعا أو من أجل مشروع قائم على الشعب الفلسطيني وارتكاب الإبادة الجماعية والحرب الاستقلال بالحقوق والهوية الوطنية. الكنيسة الإسرائيلي قبل أسبوع الأولى أعلن ربه بقيام الدولة الفلسطينية، وأيضا أعلن في القراءة الأولى أن المنظمة هي منظمة إرهابية، أي أن المنظمة التي تدعو من أجل حق عودة اللاجئين في ديارهم أيضا هي منظمة إرهابية. ولذلك نعلم هذا المشروع الإسرائيلي والمنظمة الإسرائيلية الذي يريد الانقسام أن يستمر حتى يستغل ويوصله بمزيد من الاستيطان. نعم. طيب أستاذ نعم أستاذ فيصل، أيضا العدو الصهيوني قائد جدا لأنه يخطط. الدكتور علي، نعم الدكتور علي.